ايه اكزاكتلي، هلا عم ورجيكم الكب كيكس وهيدي الكريمه يلي عن جد كل العالم بحب بالعالم العربي بحبوا يتعلموها، حقيقي. وانا دائما اكيد بشاركهم وصفاتي لانه بحبوا يعملوها لاعياد اولادهم. هون عم نزين الكب كيك، فانا كنت كل يوم بالليل يعني هيك اجرب بالمطبخ، اوقات ابكي واقول انه خلص لا هالشغله مش لإلي، واوقات انه لما يطلع النتيجه الحلوه يقول لا انه لا بدي كفي وبدي اعلم حالي. فطورت حالي مثل ما قلت لك، صار لي 8 سنين بهالمجال، وشوي شوي كبروا المتابعين، وهالسنه كثير انشهرت على التيك توك لانه العالم حبوني كثير انه كيف على طبيعتي، وبحب ورجيهم انه حيالله واحد بالمطبخ في زيين، ما ضروري يعني يكون كثير بروفيشنال، فهذا اللي بحبوه فيي انه بحسوا بيقدروا انه يشوفوا حالهم فيي. عرفتي؟ بس انت علشان تبتدي في المحتوى ده، المحتوى ده يعني تحديدا، الله، تحس ان انا عايزه اروح معاها واساعدها، عارفين يعني بالظبط. حلوه قوي دي كب بالضبط. كيك في ناس كتير بالشوكليت بيقولوا لي شكلها. ايه هيدي الكب كيك بالشوكليت، دارك شوكليت، اوكي. وكمان كل العالم اللي بيدوقوا عندي بيعرفوا انه مش كتير حلو. بتعرفي هلا في كتير توعيه، ما كل الناس بدها تاكل كتير سكر وهيك، فهيدا اللي بحبوه بوصفاتي انه منا كتير طيبه بس نفس الوقت يعني اذا بدك نص صحيه. واللي بيقولوا لي اياه انه نحن ما بنحب الطبخ، ما بنحب نفوت على المطبخ، بس من وراك بدنا نفوت ونعمل كيك. وندخن بقى، ما احنا وانا عايزه تحسي ان انا عايزه اجي واقعد بالضبط. ازوق معاكي الحاجات دي، مخليه عندي شايفه سبرينكلز؟ حطي الحاجات دي، مخليه متابعينك يا شهرزاد اكتر من السيدات ولا الاطفال؟ يعني لانه الاطفال بيحبوا برضو اللي انت بتعمليه صح ده جدا. صح ما بتصدق قد ايه بنبسط لما بلاقي شاب مش حتى بنت عمره 14 سنه بيقول لي انا كثير من وراكي تحمست وانا بلشت اتعلم. ففي كثير ناس عن جد عندهم يمكن الموهبه ومن وراي عم يبلشوا ينموها بعمر صغير، وانا كثير بهمني هالشيء لانه بتعرفي جمهور التيك توك هو جمهور صغير، وانا بهمني انه يتابعوا هيك اشياء مثلا بدل ما كل الوقت عم يشوفوا رقصات وما رقصاتي، بالعكس يتعلموا شيء موهبه تفيدهم. ما عدي بقول لهم كفوا الدراسه بس بنفس الوقت اذا عندكم موهبه نموها اشتغلوا عليها. انت وهذا عملتي الشيء حاجه، يعني بنبسط. ايوه بلشي بقى انت التانيه واحنا بنتكلم. انت عملتي حاجه لطيفه جدا ان انت اتعلمتي وقررتي ان انت تعلمي الناس. انا عايزه اعرف تاثير ده على الناس ايه يا شهرزاد؟ هل في ناس بدات مشاريعها مثلا بداوا ان هم يتعلموا وقفوا على رجليهم بالظبط من ورا شغلك؟ احكي لي التاثير. الله، حلوه. بالظبط. في كذا شخص بعرفهم بيتابعوني على الانستغرام وهلا على التيك توك بلشوا بزنس هوم بيكينج من البيت من وراي، يعني الله. بيبعتوا لي انه شكرا شهرزاد انت شجعتيني انا بلشت بزنس. واذا بتفوتي على صفحتهم هلا عندهم بزنس بيعملوا طلبيات واوردرز كل يوم، وما شاء الله ما عم بيلحقوا. حتى في ناس اخذوا صفوفي، انا بعلم صفوف اونلاين مثلا كيف يعملوا المكرون، بتعرفي المكرون كثير صعبه تنعمل، ففي جدا. ناس فتحوا بزنس من البيت يبيعوا مكارون. يعني السيدات العربيه صارت عم تتحمس، وانا كثير هذا الشيء بفرحني لانه يعني بعالمنا العربي ما في كثير حدا بس مركز على الحلويات، بتعرفي في شيف بيعملوا كل بيعمل كل الطبخات حاجه. وكل شيء. اكزاكتلي. بامريكا في كثير مركزين بس على الكيك، فانا حبيت جيب هالشيء لعالمنا العربي، وعشان هيك بتصور انشهرت بالتيك توك لانه باللغه العربيه عم يشوفوا ويتعلموا. وعن جد لقيت كثير كثير هيك قبول ومحبه وتشجيع، وكلهم بيقولوا لي يلا افتحي محل بدنا نجي لعندك، وبليز افتحي بمصر تنطلقي بقى. وبليز ايوه. افتحي بالسعوديه. وتيجي عندنا مصر بقى، يعني مصر ملهاش نصيب يعني. اكيد انت اكيد بتقولي مصر كمان قوي، عندك يعني متابعين كتير مصر من مصريين. التوب، من التوب 5 مصر، توب 2 والله طب ما عم بمزح معك. فعشان هيك لما قلتي لي بدي اطلع معك انبسطت كتير لانه هاي طريقه لاوصل لهم لمتابعيني بمصر. شفتي بقى. طب انا عايزه اسالك، طبعا انت متابعينك كلهم بيطلبوا حاجات كتيره، ايه عايزين نشوف طريقه عمل الكيك، الكب كيك، الكوكيز، المكرون، صح؟ المصريين بيطلبوا ايه؟ يعني عندي ليك فضول اعرف الكوكيز بما ان هم التوب 2 عندك. بيطلبوا كلهم بيطلبوا المصريين كمان بيطلبوا الكريمه، الكريمة. كثير بحبوا يتعلموا الكريمه لانه بعالمنا العربي معودين اكثر مثل ما قلتي على الكريم شانتيه. انا الكريمه اللي بعملها هي الكريمه السويسريه او الكريمه الامريكانيه اللي معموله من الزبده، فبعالمنا العربي شوي جديده هاي، وبس هاي ليكي بتضاين ما بتدوب ما بتسرح، فرجينا فهي وانت كثير بحبوا شغاله، يتعلموها. فرجينا كده وانت اكزاكتلي. شغاله الحاجات الحلوه اللي عندك عشان نستمتع ونتعلم منك كده.
كثير كثير بيقولوا لي انه بليز علمينا كيف نعمل كيك من الاول للاخر، لانه عندي عيد ميلاد ابني او عيد ميلاد بنتي السنه الاولى وكذا، وانا بدي اعمل الكيك. وبيبعثوا لي مسجز لما يعملون، بيأجوني ليك عملنا الكيك احنا، ليك عملنا، انتم بتسموها عندكم التورته، تورته، احنا بنقول تورته صراحه لعيد. يعني انتم بتقولوا كيك، بنحاول نقول زيكم. وعملت، وحماتي عجبتها، وجوزي قال لي انه بجد انت عملتيها، كثير بيبعثوا لي هيك مسجات. عشان هيك عم اقول لك كثير بحب انه عم يتعلموا مني، مش انه بس عم يتفرجوا، عرفتي؟ انا حاسه كمان ان من كتر المتابعين المصريين بقيتي تتكلمي اهو باللهجه المصريه. بالضبط، حسدناكي حسدناكي احنا، بس عادي دي تتاكل. لا بس ليكي انا هيدا الحلو فيي، ما في شيء عندي بيخرب، ليكي دغري زبطتها. شوف قالت لكم ايه، ما فيش عندي شيء بيخرب. اولويز ريدي، اولويز ريدي. طيب قولي لي يا شهرزاد، لو انا قررت اعمل تورته بقى، بصي هكلمك بالمصري، احنا بنقولها تورته، اتعلم في قد ايه؟ وهل الموضوع سهل ولا صعب؟ ليكي ما بكذب عليكي، هو الموضوع صعب مثل ما